مساء الخير عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من 7 في 7 على تايم سبورتس. زي كل يوم هنكون مع بعض لمده ساعه ونص وهنتابع فيها كل جديد عن السوشيال ميديا الرياضيه. هنشوف كمان النجوم والانديه والمنتخبات نشروا ايه من بوست وصور وفيديوز. هنعرف هنا اهم الاخبار السريعه والحصريه واكيد هنكشف لكم التوب سيكريت. هنبتدي حلقتنا النهارده بسؤالنا، توقعاتكم ايه لنتيجه مباراه ليفربول مع وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي النهارده الساعه 10 مساء؟ اكيد طبعا دي مباراه قويه جدا هتكون ما بين وولفرهامبتون وليفربول في ختام مباريات الجولة الـ24 من البريمير ليج. أهمية بقى المباراة دي بترجع لأن ليفربول ونجمنا طبعا محمد صلاح متصدرين الدوري الإنجليزي وبفرق ضخم جدا عن أقرب الملاحقين ليهم، وبيسعى برضو حاليا أن هو يحافظ على رقمه الخالي من الهزايم في الموسم ده عشان يهددوا الدوري الذهبي واللي حققه أرسنال قبل كده. في حين بقى أن فريق وولفرهامبتون معروف عنه أن هو فريق عنيد جدا بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو. شاركونا بإجاباتكم على تويتر وعلى الفيسبوك طول وقت الحلقة على هاشتاج البرنامج 7 في 7، وان شاء الله في نهايه حلقتنا النهارده هنستعرض معاكم اهم الاجابات اللي هتوصل لنا. دلوقتي بقى هنتابع مع بعض كالعاده نجوم الرياضه والانديه والمنتخبات نشروا ايه على السوشيال ميديا في الساعات اللي فاتت، والبدايه دايما مع الفيسبوك. هنبدا رحلتنا في الفيسبوك من صفحه الاتحاد المصري لكره اليد واللي نشرت فيديو بعنوان تعالى نكسب افريقيا، وكتبت الصفحه تعالى نكسب افريقيا انتهت مباراه منتخبنا الوطني المصري الاول للرجال لكره اليد ومنتخب انغولا بفوز منتخب مصر بالمباراه بنتيجه 33-26 في ختام مباريات ربع النهائي لبطوله الامم الافريقيه في نسختها الـ24 للرجال لكره اليد واللي بتستضيفها تونس في الفتره ما بين 16-26 يناير الجاري. تعالوا نشوف الفيديو ده مع بعض. ومن نفس الصفحة صفحة الاتحاد المصري لكرة اليد نشرت الصورة دي وكتبت رجل مباراة مصر وأنجولا هو نجم منتخبنا الوطني المصري محمد سند واللي حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخبنا الوطني المصري ومنتخب أنجولا واللي انتهت بفوز منتخبنا بالمباراة وبنتيجة 33-26. كمان صفحة اتحاد اليد نشرت الصورة دي وكتبت غدا الجمعة مباراة الدور قبل النهائي لبطولة الأمم الأفريقية للرجال لكرة اليد ما بين منتخب مصر الوطني ومنتخب الجزائر في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة. من كرة اليد نروح بقى لكرة القدم وتحديدا لصفحة النادي المصري واللي نشرت الصورة دي وكتبت أتمت إدارة النادي المصري إجراءات استقبال بعثة نادي نواديبو الموريتاني بعد وصولهم لمطار القاهرة الدولي واللي بتضم 26 فرد وتوجهوا لمدينة برج العرب استعدادا للمباراة اللي بتجمع ما بين المصري بورسعيدي ونواديبو والمقرر إقامتها الساعة 9 مساء يوم الأحد اللي جاي على استاد اسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى لدور المجموعات في النسخة الـ17 من الكونفدرالية الأفريقية. نفس الصفحة برضو نشرت الصور دي وكتبت المصري يفوز على مياه الدقهلية وديا بثلاث أهداف مقابل لا شيء. طبعا فريق المصري لعب الماتش ده وديا استعدادا لمباراته المهمة جدا مع نواديبو في الكونفدرالية الأفريقية اللي هتكون إن شاء الله يوم الأحد اللي جاي. نروح معاكم لصفحة نادي الزمالك واللي نشرت الصور دي وكتبت لقطات من مران فريقنا استعدادا لمباراة مازيمبي اللي جاية. ومن نادي الزمالك نروح معاكم للنادي الاهلي والصفحه بتاعته نشرت الصور دي وكتبت مران الخميس في نادينا الاستعدادات متواصله لمواجهه النجم الساحلي. كمان احتفلت صفحة النادي الأهلي بعيد ميلاد رمضان صبحي واللي بيتم النهاردة 23 سنة ونشروا الفيديو ده. وبمناسبة بقى عيد ميلاد رمضان صبحي تعالوا نشوف معاكم فيديو لأبرز مهاراته ونقول له كمان من هنا كل سنة وانت طيب يا رمضان. وزي كل يوم بتجيب جول ما اخدش حقه قوي في السوشيال ميديا. هنشوف دلوقتي معاكم جول سجله ديميتار بربتوف في مرمى ويست برومتش ألبين من 8 سنين.
وهنروح معاكم دلوقتي لصفحه الدوري الانجليزي والبريمير ليج اللي نشرت فيديو لمباراه اتلعبت من 15 سنه ما بين نورويتش سيتي وميدلزبرو واللي انتهت بنتيجه 4-4. تعالوا نشوف ملخص المباراه دي. وبعد ما خلصنا معاكم بقى الفيسبوك سريعا هنروح على تويتر. هنبتدي فقرة تويتر من حساب الدوري الأسباني أو ليجا الأسبانية اللي نشرت الصورة دي وكتبت المتألق سانتي كازولا بيسجل 50 هدف في الليجا، 36 مع فياريال، 5 مع إيكارياتيفو و9 مع ملقا. كمان حساب الليجا نشر فيديو لأجمل أهداف ومهارات سانتي كازولا صاحب ال 50 هدف في الليجا، تعالوا نشوفهم مع بعض. وهنروح معاكم لحساب نادي بيرني الانجليزي واللي نشر فيديو فرحه جماهيره بعد الفوز الغالي طبعا على حساب مانشستر يونايتد في ملعب اولد ترافورد. طبعا الفرحه اللي هنشوفها معاكم دي كانت فرحه كبيره جدا لان الفوز ده هو اول فوز لفريق بيرني في الملعب ده من 58 سنه. نروح بقى معاكم لحساب نجمنا المصري محمد صلاح واللي نشر فيديو لماتش تنس طاوله ما بينه وما بين زميله في ليفربول المدافع ديان لوفرن. تعالوا نشوف بقى مين اللي بيكسب كالعاده في ماتشات تنس الطاوله، صلاح ولا لوفرن. بمناسبه مباراه ليفربول النهارده هنختم فقره تويتر بفيديو نشره حساب ريتس وفيه احتفال البرازيلي اليسون باكر الجنوني بجول محمد صلاح في اخر مباراه لفريق ليفربول، سجل طبعا صلاح الجول في مرمى مانشستر يونايتد. تعالوا نشوفه مع بعض. مرة تانية عايزة أفكركم بسؤال حلقتنا النهاردة، سؤال النهاردة كان بيقول توقعاتكم إيه لنتيجة مباراة ليفربول مع وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي النهاردة؟ عايزة أعرف إجاباتكم على هاشتاج البرنامج 7 في 7 على تويتر. إن شاء الله في نهاية حلقتنا النهاردة نستعرض معاكم أهم الإجابات اللي هتوصل لنا. نطلع لفاصل ونرجع بعد كده نكمل بقية فقراتنا في 7 في 7، خليكم معانا. رجعنا مرة تانية لسه مكملين معاكم فقراتنا في 7 في 7 على تايم سبورتس. مرة تانية عايزة أفكركم بسؤال حلقتنا النهاردة، سؤال حلقتنا النهاردة بيقول توقعاتكم إيه لمباراة النهاردة ما بين ليفربول وولفرهامبتون في البريمير ليج؟ عايزة أعرف إجاباتكم على هاشتاج البرنامج 7 في 7 على تويتر. إن شاء الله في نهاية حلقتنا النهاردة هنستعرض معاكم أهم الإجابات اللي هتوصل لنا. ودلوقتي بقى سريعا هنروح معاكم على الانستجرام. هنبدأ فقرة الانستجرام من حساب نجم اليوفنتوس كريستيانو رونالدو اللي قاد فريقه للفوز على روما امبارح في كأس إيطاليا، ونشر كريستيانو رونالدو الصورة دي وكتب مباراة جيدة من الفريق ضد منافس قوي، دعونا نذهب لدور النصف النهائي. وحاليا طبعا يوفنتوس بينتظر مواجهة الفائز من ميلان وتورينو في نصف نهائي كأس إيطاليا. من ايطاليا بقى هنروح معاكم لاسبانيا وحساب الدوري الاسباني واللي نشر الصوره دي للنجم ليونيل ميسي وكتب رقم قياسي جديد 250 هدف لليونيل ميسي في ملعب الكامب نو. ومن اسبانيا هنروح معاكم لانجلترا وحساب نادي المان سيتي اللي نشر فيديو لواحد من اساطير النادي هو ديفيد سيلفا، فيديو فيه لقطات طبعا لنجم اسبانيا في طفولته، والفيديو ده عباره عن اعلان لفيلم وثائقي عن قصه حياه اللاعب، تعالوا نشوفه. مكملين في انجلترا مع حساب نادي تشيلسي الانجليزي اللي احتفل بعيد ميلاد لاعب الفريق روبن لافستشيك، ونشر الحساب الصوره دي وكتب عيد ميلاد سعيد وبنتمنى ليك العوده سريعا. كمان حساب نادي تشيلسي احتفل بعيد ميلاد واحد من نجوم النادي السبعين وهو ارين روبن، فنشر الصوره دي وكتب عيد ميلاد سعيد ارين روبن. وبالمناسبه دي تعالوا نشوف معاكم فيديو لافضل اهداف روبن مع بايرن ميونخ الالماني، النادي اللي قدر يصنع معاه تاريخ كبير جدا سواء في البونز ليجا او في دوري ابطال اوروبا. وبعد ما استعرضنا مع بعض امل اتنشر على السوشيال ميديا في الساعات اللي فاتت من نجوم وانديه ومنتخبات، معانا دلوقتي تليفون. طيب بعد قليل هيكون معانا تليفون، بس عايزه افكركم برضو بسؤال حلقتنا النهارده، سؤالنا النهارده كان بيقول توقعاتكم ايه لنتيجه مباراه ليفربول مع وولفرهامبتون النهارده في الدوري الانجليزي الممتاز؟ عايزه اعرف اجاباتكم على هاشتاج البرنامج 7 في 7 على تويتر، وان شاء الله في نهايه حلقتنا النهارده هنستعرض معاكم اهم الاجابات اللي هتوصل لنا منكم. دلوقتي هنطلع لفاصل سريع وهنرجع نكمل بعد كده بقيه فقراتنا في 7 في 7، خليكم معانا.
رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في 7 في 7 على تايم سبورتس. مره ثانيه عايزه افكركم بسؤال حلقتنا النهارده. سؤال النهارده بيقول توقعاتكم ايه لنتيجه مباراه النهارده في البريمير ليج ما بين ليفربول وولفرهامبتون. عايزه اعرف اجاباتكم على هاشتاج البرنامج 7 في 7 على تويتر. ان شاء الله في نهايه حلقتنا النهارده نستعرض معاكم اهم الاجابات اللي هتوصل لنا. ودلوقتي معانا عبر الهاتف كابتن احمد سامي نجم الاهلي السابق. يا مساء الفل على حضرتك، اكيد منورنا في 7 في 7. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله زي الفل، كل سنه وحضرتك طيب. وعايزين نتكلم على حاجات كتير جدا، لكن خلينا الاول نبتدي بقرعه القرعه اللي حصلت، قرعه طبعا المنتخب والتصفيات المؤهله لكاس العالم. ازاي شايف المجموعه اللي وقع فيها منتخبنا الوطني الاول؟ بص يعني بغض النظر عن اي حاجه، هو المهم في كله مش اسامي المنتخبات، المهم كله طبعا فيك انت كالمنتخب. يعني المنتخب هو اللي هيحدد المجموعه دي سهله ولا المجموعه دي هتبقى صعبه. احنا اللي هنقرر الامور وننتهي منها. كابتن احمد معانا؟ واضح ان في مشكله في الاتصال. معانا كابتن احمد سامي؟ الو 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 كابتن احمد سامعني؟ ايوه سامعك. كنا بنتكلم عن مجموعتنا، المجموعه اللي وقعنا فيها في قرعتنا، وطبعا المنتخبات اللي معانا، وكنت بسال حضرتك شايف المجموعه دي عامله ازاي؟ انا شايفها يعني الموضوع كله في المنتخب نفسه، المنتخب نفسه هو اللي هيحدد، منتخب مصر هيحدد المجموعه دي سهله ولا المجموعه دي صعبه. اكيد اهم حاجه تركيز اللعيبه، ولكن انا شايف انها مجموعه متوازنه، بس احنا مشكله فينا احنا. احنا لازم نرجع الشخصيه والهيبه بتاعت منتخب مصر. طيب يعني من رؤيه حضرتك لمنتخبنا الوطني الاول، وطبعا اكيد حضرتك متابعه ومتابع كل المباريات اللي خاضها في الفتره الاخيره، هل المنتخب قادر ان هو يتاهل لنهائيات كاس العالم؟ هنعدي بس المرحله الاولى ويبان شكل المنتخب عامل ازاي، هو ده المؤشرات وافكار الكابتن حسام البدري هتبقى عامله ازاي مع اللعيبه، هو ده اللي هيديك انطباع انت هتقدر تواصل وتروح لابعد حدود ولا هتدي مؤشرات سلبيه. هي دي كل ده هيبان. يمكن هو اول تجارب مع المنتخب ما كناش كاملين، ويمكن كان الاداء مش كويس، فدي اللي عملت نوع من القلق عند الناس. فانا شايف المرحله الجايه الكابتن حسام خد وقته، هياخد له وقته 3-4 شهور عقبال ما يعني يشوف ويختار لعيبه والكلام ده. فدي يمكن فرصه كويسه ان هو يعيد حساباته في بعض اللعيبه. صحيح، محتاجين تجمعات اكتر للمنتخب الوطني الاول، محتاجين معسكرات اكتر، محتاجين المنتخب يكون في ما بينه وما بين بعض انسجام، محتاجين كمان ان احنا نشوف وجوه جديده على المنتخب الوطني الاول. ما هو المعسكرات انت مش بمزاجك، في اجنده دوليه، بس اهم حاجه المحليين. يعني هو لو في معسكرات ممكن تتعمل للمحليين تبقى احسن، خصوصا ان برضو كابتن حسام محتاج وقت مع المحليين اكتر، لكن المحترفين مش هنقدر نعمل معاهم حاجه. صحيح صحيح. طيب خلينا من منتخبنا الوطني الاول نروح لنادي الزمالك، وازاي شايف مباراه نادي الزمالك ان شاء الله مع مازيمبي في البطوله الافريقيه بكره؟ انا شايف ان الزمالك عنده فرصه كويسه، خصوصا ان كابتنون عنده خبره كبيره في افريقيا. انا شايف ان هو الزمالك ماشي كويس في افريقيا عن الدوري، وانا شايف ان كابتنون يقدر يوصل الزمالك لابعد حدود في البطوله دي، لانه عنده خبره، اشتغل في افريقيا كتير، ويمكن خد البطوله دي مع مازيمبي قبل كده ووصل النهائي مع النادي الاهلي. صحيح. فانا شايف ان هو ممكن يعدي المجموعه ويوصل للمرحله اللي بعديها. وخلي بالك هو حساباته صح، هو بيعمل يمكن روتيشن كتير في الدوري على اساس ان هو تركيزه الاكبر في افريقيا. يمكن الناس متخوفه، هو عارف ان برضو الدوري بعيد شويه، والاهم هي البطوله بالنسبه له اللي هي في ايديه دلوقتي، يعني اللي هو ممكن يوصل لنهائي، ممكن يوصل يقدر يعمل حاجه في البطوله دي. فانا شايف ان هو ماشي بشكل كويس ويقدر يوصل الزمالك لابعد حدود. طب لو سالتك عن رايك برضو في قوه فريق مازيمبي الكونغولي. مازيمبي قوته في ملعبه، يمكن فرقه ما بتتغلبش في ملعبها بقالها فتره كبيره جدا، يمكن ما اتغلبتش الا مره او مرتين في خلال 30 سنه او 20 سنه. فانا شايف ان هم بره ارضهم هتبقى الامور اقل. يمكن تركيز لعيبه الزمالك ممكن يقدر يحسم الماتش، وهم قادرين. يعني فريق الزمالك فرقه كويسه واللعيبه يعني لعيبه كويسه محتاجه تركز، والماتش ده هو ده اللي هيفرق معاهم. ان كان
ان كانوا ان هم هيقدروا يوصلوا ممكن يكونوا اول المجموعه ولا هيبقوا تاني المجموعه. بس انا شايف ان الزمالك يقدر يعدي مرحله ماتش مازيمبي. الو 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 ايوه سامعك كويس. خلينا نروح على الجانب الاخر لمباراه النادي الاهلي مع النجم الساحلي يوم الاحد اللي جاي ان شاء الله. شايف فرص النادي الاهلي ازاي في التاهل لدور الثمانيه، وشايف كمان مشوار النادي الاهلي ازاي في البطوله الافريقيه تحت قياده فايلر لحد دلوقتي؟ يمكن فايلر بيأدي بشكل في الدوري بشكل كويس جدا، ويعني هو فارق عن الفرق كلها. لكن في افريقيا يمكن الماتشين اللي لعبهم بره ارضه ما اداش بشكل. في مره بتاع النجم الساحلي بره دي الظروف التحكيميه والطرد، وماتش بلاتينيوم هو ده اللي عمل له مشكله كبيره التعادل، وكان صحيح. الاداء سيء كان ممكن يغلب. لكن انا شايف ماتش النجم ماتش صعب جدا. يمكن الناس بتنط ماتش النجم وتروح للهلال السوداني، لا انا شايف ان ماتش النجم صعب لان فرقه بتدافع بشكل كويس، والاهلي مطالب ان هو يكسب باي شكل لان اي نتيجه تانية ممكن تبقى فيها حسابات كتير يعني. أكيد. لكن انا شايف لو الاهلي قدر يعدي وياخد 4 نقط من الماتشين الجايين برضه هيواصل لغايه ما يوصل لابعد حدود برضه. من الكلام بقى عن دوري ابطال افريقيا وعن منتخبنا الوطني الاول، نروح للدوري المصري الممتاز، وازاي شفت اقاله ميدو من تدريب فريق مصر المقاصه؟ هو ميدو مدرب كويس، بس يمكن انا في بعض الماتشات كان الاداء وحش قوي كان يستاهل يخسر، وفي ماتشات كان الاداء كويس وكان يستاهل يكسب. وكنت شايف ان هو عنده خصوصا اخر ماتش انبي في باد لك قوي يعني، كان هو قريب للمكسب وكان الاداء كويس جدا. لكن انا شايف ان يعني في بعض الاوقات المدرب، ودي بتعدي علينا كلنا، المدرب ما بيبقاش موفق حتى لو معاه فرقه كويسه. يعني سوء التوفيق. سوء توفيق، لكن برضه كان في برضه مشاكل في بعض طرق اللعب مع ميدو في بعض الماتشات، ويمكن هو عدل الموضوع ده في اخر ماتشات، بس كان فقد نقط كتير جدا. صحيح. خلينا نروح للكلام اللي بيتقال كتير جدا عن قرب تولي مونيكي قياده الفريق، رايك ايه في مستوى النادي الاسماعيلي تحت قياده كمان الفرنسي ديدي جوميز؟ هتسألين على الاسماعيلي ولا تسألين على؟ لا خلينا الاول في قرب تولي مونيكي للفريق. انت عارفين انا رايي ايه؟ المدرب المصري هو المفروض ياخد فرصه، المدرب المصري مش اقل من المدرب الاجنبي وخصوصا الافريقي كمان يعني. يعني بصراحه يعني انا بشوف البدع ان حته ان مدرب من افريقيا، مع احترامي طبعا لتاريخه في التدريب او كلاعب، لكن المدرب المصري انا شايف ان هو وخصوصا المقاصه يعني مش وقت مدرب اجنبي. انا من وجهه نظري يعني. صحيح. يعني لازم يعني فكره مدرب اجنبي يجي في وسط الموسم بالنسبه لاي فريق بيكون صعب. ولا من اول الموسم. ولا من اول الموسم. والله عندنا مدربين كويسين. انا بتكلم عموما، انا ما بتكلمش على حاجه معينه، بس انا بتكلم عموما عندنا مدربين كويسين جدا. طيب ويستاهلوا ياخدوا الفرصه. اكيد طبعا. طيب خلينا نروح لدي جوميز. انا شايف هو يعني الحكم هو خد طبعا اتفرج على الفرقه، وكان كابتن ادم استلحدار وابو جريشه كانوا ماسكين الفرقه، يمكن هما ليهم دور كبير جدا حتى في اخر ماتشين. لكن لسه مش هيبقى الحكم عليه بشكل كويس يعني. بصراحة أنا لسه ما شفتش حاجة جديدة من فترة أدم السحضر وأبو جريش. لكن هو طبعا في اختبار كبير جدا، ماتش الاتحاد لو قدر يعدوه يبقى عدوا مرحلة كبيرة جدا وتدي ثقة للعيبة والمدرب الجديد. توقعك إيه لمباراة الإسماعيلي والاتحاد؟ هو الاسماعيلي عدى الشوط الاولاني بمكسب على ارض الاتحاد. صحيح. وهو مطالب ان هو يحمي المكسب ده. هيحميه ازاي بقى؟ بطريقه دفاعيه او طريقه هجوميه او طريقه متوازنه؟ لسه هيبان بقى هو افكاره هيدافع عن المكسب الاولاني في الشوط الاولاني اللي هو في ملعب الاتحاد ازاي؟ هيبان بقى طريقه لعبه وهيقدر يعدي المرحله دي ويدافع عن مكسبه ازاي؟ لو رحنا بقى للمصري البورسعيدي، وازاي شايف اهتزاز مستوى فريق المصري البورسعيدي في الوقت الحالي؟
بصي، هو جاب إيهاب جلال لغايه دلوقتي يعني الطبيعي ان هو بيلعب بطريقه معينه، الطريقه المعينه دي هو في تشوك في الطريقه، يعني في خلل في الطريقه، لغايه دلوقتي الاداء وحش قوي. وماتش عن ماتش ما بيتحسنش، يمكن في طفره بتحصل في شوط او 60 دقيقه وبعد كده بترجع تاني الاداء وحش. يمكن هو ادرك كابتن إيهاب جلال ايه المشكله اللي عامله له شك في الاداء. يمكن المصري مع إيهاب جلال السنه اللي فاتت غير المصري مع إيهاب جلال السنه دي. برضو المشكله انا لما كمشاهد بشوفها ان الاداء مش حلو، مش هي دي كره إيهاب جلال اللي متعود يلعبها في المقص او الفرق اللي كان بيمسكها. لكن الثغرات باينه جدا، سوء الاداء الدفاعي باين جدا، حتى النواحي الهجوميه ما بيوصلوش زي السنه اللي فاتت. بغض النظر ان عنده مهاجمين كويسين، الافريقي والاثنين المحترفين يعني. لكن انا شايف يعني برضو في ضغط على إيهاب جلال كبير جدا، خصوصا ان ماتشات افريقيا مع بيراميدز المنافس القوي اللي في المجموعه انت اتغلبت منه رايح جاي. وبرضه في نفس الوقت في الدوري النتائج وحشه والاداء وحش. فمطالب إيهاب جلال ان هو يخرج بالقصه دي، يخرج بالقصه دي بمكاسب لازم يكسب في الدوري، على اساس المكسب في الدوري دي هتنعكس عليه في افريقيا. أكيد. مفيش حاجه اسمها ان انا امشي وحش في الدوري عشان انا مركز في افريقيا. صحيح. مفيش الكلام ده. صحيح. لازم الاثنين زي بعض. اللقاء القادم قصاد نوازيبو يوم الاحد اللي جاي، شايفه ازاي؟ انا شايف ماتش سهل، اصل خلي بالك اي فرقه في الدوري اقوى من الفرق اللي بيلعبها بيراميدز والمصري في المجموعه، انا شايفها كده. يعني ماتش سهل يعني. طيب في النهايه كده عايز اسال حضرتك عن تقييمك للدوري المصري الممتاز في النسخه الحاليه، شايف ان خلاص المربع الذهبي اتحسم وكمان مراكز الهبوط ممكن نقول ان هي بانت الى حد ما؟ لا، مراكز الهبوط ما بانتش، في شله تحت، بعض الانديه كلهم متقاربين من بعض. وفي شله في اللي هو بتنافس على بعض الانديه، يعني بينافسوا على من الثاني والثالث والقمه الدوري، انا شايفها يعني اداء الاهلي وبتاع محتومه. لكن هي الملامح الاخرانيه انا شايف ان طيب يعني توقعات حضرتك كده من رؤيتك الفنيه للانديه المشاركه، طبعا سواء اللي هتهبط او اللي هتكون في المربع الذهبي، لو قلنا نادي الاهلي هيكون موجود في المربع الذهبي في صداره الترتيب، شايف مين ثاني وثالث ورابع؟ انا شايف تاني هيبقى الزمالك هيرجع، وشايف ان البيراميدز هيبقى موجود، وهتبقى الخناقه هتبقى بين بيراميدز والمقاولين والاتحاد. وبالنسبه للهبوط والمقاولين والاتحاد، بالنسبه للهبوط لا لسه مش واضحه، يمكن هو اسوان يمكن بيأدي كويس لكن النتائج مش مساعداه، ومكسب طنطا الاخير ده نقلهم 3 4 مراكز. صحيح. انا شايف ان في 4 5 فرق فيها مشكله، لكن لما تيجي تكلميني فنيا عن الدوري عموما لا، هو الاهلي بيشتغل بشكل ثابت، والباقي فنيا في اهتزاز في الاداء الفني. وخلي بالك الشكل العام بتاع الدوري في الكوره المنظمه والكوره الشامله، لا هم في 2 3 انديه اللي بيأدوها، والباقي بيأدي في بعض الاوقات بكوره منظمه واغلب الاوقات بعشوائيه. شكرا لي كابتن احمد سامي نجم النادي الاهلي السابق، نورتنا اكيد في 7 في 7 على تايم سبورتس. دلوقتي بقى ميعادنا مع فقره الفيك نيوز، واللي فيها بنكشف لكم حقيقه خبر انتشر على السوشيال ميديا لكن الخبر ده ما بيكونش صحيح، بنحاول هنا ان احنا نوضح لكم صحه الخبر ده. معانا بقى خبر انتشر على السوشيال ميديا عن وجود عرضين لاحمد حسن عشان يرجع مره ثانيه للتدريب من طلائع الجيش وكمان من مصر المقصه، لكن الحقيقه كشفها كابتن احمد حسن بنفسه، واللي قال ان هو سمع زي كل الناس عن المفاوضات دي في وسائل التواصل الاجتماعي، لكن على ارض الواقع لسه ما فيش اي مفاوضات رسميه. واكد كمان ان هو هيكون سعيد جدا لو جاله عرض لتدريب واحد من الفريقين دول، سواء المقصه او فريق طلائع الجيش. خبر تاني برضو معانا هو من الاخبار الفيك نيوز عن طلب محمد عواد ان هو يرحل عن نادي الزمالك في الانتقالات الشتويه الحاليه، لكن الحقيقه برضو كشفها عواد بنفسه وقال ان التواجد في نادي الزمالك حلم كبير حققه، وقال كمان ان هو حتى لو كان هيفضل قاعد على دكه البدلاء في نادي الزمالك ده شرف اكيد بالنسبه له، واكد ان هو في خدمه الكيان الابيض سواء كان حارس اساسي او كان حارس احتياطي. دي كانت الاخبار اللي معانا النهارده في الفيك نيوز، ودلوقتي بقى لو مستعجل هتعرف معانا اهم اخبار الرياضه في فقره اخبار على السريع.
اليوم السابع مجلس أبو ظبي الرياضي يعلن طرح تذاكر مباراة السوبر المصري إلكترونيا. سوبر كورة رسميا الأهلي يضم مدافع سيراميكا كليوباترا. الوطن المقصة يعلن موعد وصول أمونيكي وجلسة تحسم مصيره. اليوم السابع الزمالك يتلقى تأكيد رسمي من الكاف بفتح الاستبدال وقيد ثنائي جديد. البوابة نيوز سموحة يحصل على خدمات صلاح محسن ومحمد عبد المنعم لاعب الأهلي. في الجول تواجد شيكابالا وعبد الشافي أمام مازيمبي وغياب جمعة وكيسونجو. البوابة نيوز الخطيب يتابع مران الأهلي استعدادا للنجم الساحلي. في الجول المصري يقرر عدم رحيل أي لاعب ويسابق الزمن لحسم رد المحكمة الرياضية. الوطن رضا عبد العال يستقيل من تدريب البلدية ورمضان السيد بديلا له. البوابة نيوز بالصور أول ظهور لأجهزة الفار في استاد القاهرة. مرة تانية عايز أفكركم بسؤال حلقتنا النهاردة. سؤال النهاردة بيقول توقعاتكم إيه لمباراة ليفربول النهاردة مع وولفرهامبتون في البريمير ليج؟ عايز أعرف إجاباتكم على هاشتاج البرنامج 7 في 7 على تويتر. إن شاء الله في نهاية حلقتنا النهاردة نستعرض معاكم أهم الإجابات اللي هتوصل لنا. نطلع لفاصل سريع ونرجع بعد كده نكمل بقية فقراتنا في 7 في 7. خليكم معانا. رجعنا تاني لسه مكملين معاكم فقراتنا في 7 في 7 على تايم سبورتس. تاني افكركم بسؤال حلقتنا النهارده. سؤال النهارده بيقول توقعاتكم ايه لنتيجه مباراه النهارده في البريمير ليج ما بين ليفربول وولفرهامبتون؟ عايزه اعرف اجاباتكم على هاشتاج البرنامج 7 في 7 على تويتر. وان شاء الله في نهايه حلقتنا النهارده نستعرض معاكم اهم الاجابات اللي هتوصل لنا. ومعانا دلوقتي عبر الهاتف دكتور عثمان ابراهيم الناقد الرياضي. مساء الفل عليك. مساء النور عليك يا شيماء وعلى مشاهدي تايم سبورت. كل سنه وانت طيب واكيد منورنا في 7 في 7 وعندنا كلام كتير قوي النهارده هنتكلم فيه. وخلينا نبتدي بالقرعه، قرعه التصفيات المؤهله لبطوله كاس العالم. عايزه اعرف بقى الكواليس، انت كنت متواجد في القرعه دي وعايزه اعرف الكواليس اللي كانت موجوده اليوم ده. بالفعل انا تواجدت في قرعه تصفيات كاس العالم اللي اقامت احد الفنادق الكبرى بمدينه القاهره. يمكن القرعه لم تقل ابهارا وتنظيما ممتازا على الحاجات اللي عملتها مصر في الفتره اللي فاتت. يمكن دي مواصله للنجاح اللي شفناه في 2019 بحفل تنظيم قرعه كاس افريقيا للكبار اللي كان امام الاهرامات وكانت ليها صدى عالمي واسع جدا. وشفنا بعدها تنظيم رائع لكاس افريقيا. تلاها تنظيم مميز جدا لقرعه كاس افريقيا تحت 23 سنه. برضو حصل فيها ابهار شديد جدا سواء على المستوى المحلي او القاري او حتى وصل للعالمي. وبعد كده تنظيم مميز جدا لكاس افريقيا 26 سنه واللي توج فيها منتخبنا الميداليه الذهبيه وتاهل لاولمبياد طوكيو. بدانا في 2020 بتنظيم مصر للقرعه الرئيسيه والمرحله الرئيسيه لتصفيات كاس العالم في احد الفنادق زي ما قلت من شويه. وكان القاعه مبهره جدا، التنظيم كان رائع جدا. كمان لما بيبقى فيه اساطير للاتحاد الدولي لكره القدم فيفا يكون موجودين هم اللي بيجروا القرعه زي كليمنتين توري اللاعب الايفوريا وكمان مارسيل ديزاي اللي حصل على كاس العالم مع منتخب فرنسا كان شيء مميز جدا. وكانوا مبسوطين جدا جدا من الاجواء وجود مدربين معظم المنتخبات المشاركه بالاضافه للوفود والسفراء دول ال 40 المشاركه. يمكن لو اتكلمنا بسرعه عن نظام القرعه كان في دور اول كان في 28 منتخب صفوا مع بعض نظام الذهاب والاياب صعد منهم 14 انضموا انضموا 26 منتخب صاحب التصنيف الاعلى فوصلنا 40 منتخب. تم تقسيمنا بين منتخب على 4 مستويات كل صحيح. مستوى فيه 10 فرق بحيث يكون كل مجموعه فيها فريق من المستوى الاول فريق المستوى الثاني فريق المستوى الثالث فريق المستوى الرابع. طب عايزين نعرف بقى القرعه بعد كده تمشي ازاي، يعني ايه اللي هيحصل في القرعه دي؟ هنوصل لها اوائل كل اوائل 10 مجموعات
المرحله الثانيه اللي هي نشتغل فيها دي كل فريق عنده 6 ماتشات في مجموعته. الاول صفقه هيتاهل للمرحله الثالثه والنهائيه. هتقام قرعه ثانيه هيتم تقسيم 10 فرق لخمسه تصنيف اول وخمسه تصنيف ثاني على ان ينتقل منتخب من التصنيف الاول مع منتخب في التصنيف الثاني مباراه ذهاب واياب، والفائز من مجموع المباراتين يتاهل لكاس العالم. يبقى في 5 منتخبات افريقيه في مونديال 2022. طبعا هي نفس السيناريو بتاع 2014، نتمنى الا تكرر كما كان. اللي كان في ساعتها منتخب مصر ادى في دور المجموعات بشكل مميز ايام بوب برادلي وخدنا المركز الاول، لكن حصلت الهزيمه القاسيه من منتخب غانا في المباراه الفاصله في المرحله الاخيره. فاعتقد ان شاء الله ان المره دي يعني نكسر اللي حصل دلوقتي ده وما يتكررش تاني، والمره دي باذن الله نتاهل بالمره الثانيه على التوالي بعد مونديال روسيا 2018. يمكن بس القرعه كان فيها حاجه لطيفه، ان كان في 8 منتخبات عربيه بالصدفه، ال8 منتخبات بقى في 4 مجموعات، كل مجموعه فيها منتخبين، المنتخب الجزائري مع جيبوتي في المجموعه الاولى، المنتخب التونسي مع المنتخب الموريتاني في المجموعه الثانيه، المنتخب المصري مع المنتخب الليبي في المجموعه السادسه، والمنتخب المغربي مع المنتخب السوداني في المجموعه التاسعه. فدي كانت حاجه لطيفه ومختلفه شويه، او زي ما نقول يعني حاجه طريفه، معلومه طريفه كده في وسط الحاجات دي كلها. يمكن التعليقات ان اصعب مجموعه هي المجموعه الرابعه، فيها منتخب الكاميرون ومنتخب كوت ديفوار ومعاها موزمبيق وملاوي، كمان المجموعه السابعه اللي فيها غانا وجنوب افريقيا ورفقتهما زيمبابوي واثيوبيا. كان كل قال ان دول اصلا مجموعات بسبب وجود طرفين من العيار الثقيل زي الكاميرون مع كوت ديفوار زي غانا مع جنوب افريقيا. لكن برضه في المجموعه العاشره، ودي كله قال عليها انها مجموعه متوازنه جدا ومتكافئه، والفرق الاربعه مستواهم قريب، وهم كره الديمقراطيه، بنين، مدغشقر، تنزانيا. يمكن حتى الناس بدات تقول لك تطمع ان انا اطلع اول مجموعتي واقابل اول المجموعه دي، لانه يكاد يكون الاضعف بين العشر مجموعات. صحيح صحيح. طيب عايزين برضو نتكلم عن القرار اللي سمعنا عنه النهارده، ان هيكون في امكانيه في التبديل في القائمه الافريقيه بالنسبه للفرق، وازاي ممكن فرق زي الاهلي والزمالك يستفيدوا من القرار ده. هو القرار بدا يتم ارساله رسميا للانديه المشاركه في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه الافريقيه، يسمح باستبدال 4 لاعبين وفق شروط معينه. الشروط هي بقى الشروط؟ ان اللاعب اللي هيتم استبداله او خروجه من القائمه لم يكن مشاركا في اي مباراه خلال دوري ابطال افريقيا او في النسخه نفس الحاليه. في النسخه الحاليه، يعني لو انت هتشيل لاعب من عندك اوكي، ما يكونش شارك قبل كده في اي مباراه في نفس النسخه، في اي مباراه سواء دور تمهيدي سواء دور 32 او في مباراه دور المجموعات اللي اقيمت لحد دلوقتي. طبعا هي فرصه كويسه جدا لو في لاعب خارج حسابات الجهاز الفني يقدر يطلعه ويدخل لاعب مكانه. صحيح. صحيح. وطبعا كمان مش لاعب او اثنين، دول 4 لاعبين، فدي فرصه حلوه جدا اكيد للانديه لتقويه صفوفها في الفتره الجايه. يمكن لو شفنا مثلا تحديدا هتلاقي الناس كلها بتقول لك طب الاهلي ممكن يبدل مين، الزمالك ممكن يبدل مين. خلينا نبدا بنادي الزمالك. نادي الزمالك هيقدر يبدل مكانين بس، انه كان مقيد ايمن حفني ومحمود عبد المنعم كهرباء، الاثنين ما شاركوش مع الزمالك نهائيا لا في الدور التمهيدي ولا في دور 32 ولا في دور المجموعات، وبالتالي الزمالك يقدر يستفيد بمكانين من الاربعه المسموح له بيهم، لانه دي متاح لان بقيه اللاعبين كلهم شاركوا. بالنسبه للنادي الاهلي هيبقى في بقى مفاجاه غريبه جدا، هو النادي الاهلي اصلا كان فاضل له 3 اماكن. طب فعلا محمود كهربا 3 اماكن في العاديه، وكان نايد 27، قايد محمود كهربا 28، هيقايد اليو باتشي وده اللي شغال حاليا على النادي الاهلي وادارته 29، فهيبقى له مكان واحد هيقايد لعيب عادي وده بدون استبدال. لو جينا بقى نطبق قاعده استبدال النادي الاهلي هنتفاجئ انه ليس له الا مكان واحد بس، ومفاجاه هو الشريف اكرامي. يبقى اذا الاهلي غالبا لن يستطيع الاستفاده من هذا القرار، لانه اكيد مش هيستغنى عن شريف اكرامي، لان هو اللاعب الوحيد المقيد في القائمه ولم يشارك في اي دور. حتى نفس كده ده صالح جمعه ما كانش بيلعب، لا صالح جمعه لعب في الدور التمهيدي في شوط من اشواط مباراه اطلع بره، وبالتالي صالح جمعه لن يستطيع الاهلي استبداله، حتى لو مشاه سبيل الاعاره او حتى باعه مش هيستفيد من مكانه الافريقي ويبقى ضاع على النادي. يعني اول شرط من الشروط ان اللاعب اللي هيتم استبداله او ان هو هيخرج بره القائمه وهيتم استبداله بلاعب اخر ما يكونش شارك خالص في اي دور من الادوار بتاعه النسخه الحاليه من البطوله الافريقيه، ده اول شرط. النادي الاهلي لا يوجد اي لاعب ينطبق عليه هذا الشرط سوى الا شريف اكرامي، وطبعا اعتقد ان الاهلي مش هيقدر يستغنى او لن يكون مش في حساباته انه يستبدل شريف اكرامي باي لاعب ثاني. دي اعتقد انه امر مغلق. يمكن الاهلي بس بفكر في المكان الاخير ربما يضم لاعب ناشئ او كده من هذا القبيل، يعني في خط الدفاع، لان خط الدفاع خصوصا بعد اصابه سعد سمير اللي طبعا انهت الموسم بتاعه، ونتمنى له الشفاء باذن الله ان شاء الله. طيب باقي الشروط بقى؟ لا ما فيش خلاص، هو ده الشرط اللي ضمننا. لا الشرط الاهم فاهم حاجه، طبعا لما هجيب لاعب ثاني
طبعا الفكره المميزه في واضح كده من انا كنادي كلامك يا دكتور عثمان ان نادي الزمالك هو المستفيد الاكبر طبعا في مصر من القرار ده، لكن ممكن النادي الاهلي في مصر زي ما قلت صعب لكن على جدا مستوى ان هو افريقيا يستفيد من القرار ده، لان شريف اكرامي اكيد هيكون صعب جدا لا صعب الاستغناء جدا عنه في لكن على القرار. المستوى الافريقي القرار ده اعتقد هيبقى ليه اصداء واسعه، وهنبدا نسمع كلام بقى ان في فرق معمول القرار بشكل معين عشان نستفيدوا منه. طبعا ده هيبان خلال الاسبوع ال10 ايام الجايين، الانديه اللي هتبدل اللعيبه اللي عندها واللعيبه اللي هيضموها فيقدروا يقووا القائمه بتاعتهم عشان يكون لهم فرص اكبر. طبعا احنا بنتمنى الاهلي والزمالك ربنا يكرمهم ان شاء الله ويصعدوا للدور ربع نهائي سواء كمركز اول او مركز ثاني. يمكن الفريقين توقعاتك ايه للفريقين المصريين المشاركين طبعا في دوري ابطال افريقيا في المباريات القادمه، يمكن سواء زي ما الاهلي مع حضرتك النجم الساحلي؟ خلينا نبتدي بالاهلي مع النجم الساحلي. هو تمام هو الفرقتين ليهم حظوظ يبقوا اول مجموعه وليهم حظوظ يبقوا ثاني مجموعه وليهم حظوظ يخرجوا بره البطوله خالص. طبعا احنا نتمنى ان هم يتاهلوا سواء اول او ثاني، ربنا يوفقهم ان شاء الله. لو بدانا النادي الاهلي والنجم الساحلي، طبعا المباراه كان مقرر لها الجمعه بكره لكن تم تاجيلها 48 ساعه صحيح، وهتقام يوم الاحد يوم التالت الاحد ان ان شاء شاء الله. الله. النادي الاهلي حاليا عنده 7 نقاط، النجم الساحلي عنده 9 نقاط. النادي الاهلي لو فاز على النجم الساحلي هيوصل لنقطه 10، وهيستنى بقى هديه تيجي له من زيمبابوي وفريق بريتانيوم يفوز على الهلال السوداني، وبالتالي تنتهي امان الهلال السوداني والاهلي يتاهل مباشره سواء اول او ثاني، وده يتحدد في الجوله الاخيره. الاهلي عنده مواجهه صعبه جدا مع الهلال في السودان صحيح في الجوله الاخيره. اما حاله فوز نادي الهلال مع فوز نادي الاهلي الامور هتتعقد تماما، لان الاهلي هيبقى 10، هيبقى الهلال 9، هيبقى النجم 9، ووقتها مباراه الهلال والاهلي هتبقى فاصله للفرقتين، لان الهلال لو كسب هيوصل 12 وبالتالي الاهلي حظوظه هتقل، خاصة ان النجم أكيد. التونسي عنده مباراة أخيرة مع بلاتينيوم في تونس ومباراة في المتناول، ومن المؤكد ان نادي النجم الساحلي هيوصل لنقطة 12. إذا كل الاحتمالات في نادي الأهلي ان هو يفوز على النجم أولا، ثم ينتظر نتيجة مباراة بلاتينيوم والهلال على أن تنتهي بالتعادل أو فوز بلاتينيوم، وبالتالي هتقرب النادي الأهلي جدا من التأهل لدور ربع النهائي. طبعا الأهلي في إيده برضه يكون الأول بشرط واحد، يفوز في المباراتين، أولا على النجم الساحلي يوم الأحد الجاي، وبعدها أعتقد هتبقى مباراة يوم السبت المباراة مباشرة مع الهلال السوداني في السودان. حتى المباراه بره احنا خلاص تعودنا مع رينيه فايلر، باستثناء مباراه بلاتينيوم الاهلي بيأدي بشكل مميز جدا. حتى مباراه النجم في تونس كله يفتكر الاهلي ب 10 لاعبين احرج النجم التونسي وكان محاصر في وسط ملعبه رغم انه لعب حوالي 80 دقيقه منقوصا عدديا، لكن النادي الاهلي اعتقد ان الامور لسه في ايده بشرط الفوز على النجم الساحلي اولا، ثم الفوز على الهلال واضمن التاهل كاول، لان الموضوع بعد كده هيبقى صعب جدا في دور الثمانيه، لان متوقع ومرشح ان يكون الثمان انديه متاهلين كلهم من الفائزين بلقب دوري ابطال افريقيا قبل كده. صحيح. طيب خلينا نروح بقى لمباراه نادي الزمالك. يمكن نادي مازيمبي كونغولي واحد من اقوى انديه افريقيا في الوقت الحالي او في النسخه الحاليه تحديدا. مازيمبي لديه ايضا 10 نقاط، الزمالك 7 نقاط. الزمالك فاز ماتشين على ديسكو بريميرو دي اوغستو، الماتشين اللي كانوا في القاهره، تعادل مع ديسكو في زامبيا وخسر من مازيمبي 3-0، يعني ماتش بكره يحمل شقين، الشق صحيح. الاول هو رغبة الزمالك في الفوز لضمان التأهل لربع النهائي، الشق الثاني هو صقر كروي، مش هنقول يعني طار بمعنى طار، لا هو صقر كروي جوه الملعب، نادي الزمالك عايز يرد اعتباره، مش شرط يفوز 3-0، أي فوز معناه هيكون مهم جدا للزمالك وهيكون فيه الاستفادة مزدوجة، الأولى هو ضمان التأهل إلى دور 8 بغض النظر عن نتيجة ديسكو مع بريميرو دي أوجوستو في الماتش اللي هيجمع بينهم في زامبيا، وكمان مش هيستنى الزمالك الجولة الأخيرة وهيكون خلاص ضمن تأهله. فوز الزمالك بكرة مش هيتمضمن المركز الأول، ليه؟ لأن الزمالك عنده 7 نقاط وحال فوزه هيوصل 10. القواعد الاتحاد الافريقي بتقول ان لو عند تساوي فريقين في النقاط هيتم النظر الى مواجهات مباشره، فنادي مازيمبي كسب 3-0 في الماتش الاول، يبقى الزمالك بكره محتاج يفوز 3-0 عشان صحيح. يرجع للبند الثاني وهو الاهداف، او يفوز اكثر من 3-0 عشان يبقى ضمن تفوقه على مازيمبي، وبعد كده يفكر بقى في الجوله الاخيره ان هو يفوز على بريميرو دي اوجوستو اللي هيكون في انجولا برضه يوم السبت في الاسبوع المقبل باذن الله. اكيد من هنا بنتمنى لكل الانديه المصريه المشاركه في دوري ابطال افريقيا انها ان شاء الله تقدم اداء رائع ويكون الحظ هو حليفها في مبارياتها القادمه. بشكرك جدا دكتور عثمان ابراهيم الناقد الرياضي، نورتنا النهارده في 7 في 7 على تايم سبورتس. وبنوصل معاكم دلوقتي لفقره نجم اليوم. نجمنا النهارده اللي هنتكلم عنه هو انطوان جريزمان، مهاجم نادي برشلونه الاسباني واللي انقذ الفريق الكتالوني من مفاجاه مدويه قصاد فريق بيزا في دور ال 32 من كاس ملك اسبانيا، بعد ما سجل طبعا هدفين قاد بهم برشلونه ان هو يفوز على فريق دوري الدرجه الثانيه الاسباني بنتيجه 2-1، وده بعد ما فضل فريق بيزا متقدم على برشلونه من الدقيقه 9 لحد الدقيقه 71.
طبعا جريزمان مهاجم فرنسي متوج بكاس العالم سنه 2018 اتنقل من اتلتيكو مدريد لبرشلونه في يوليو 2019، ده كان مقابل 120 مليون يورو. ومن وقتها وهو بيحاول ان هو يثبت نفسه وسط طبعا كوكبه كبيره جدا من نجوم برشلونه، لكن دوره حاليا بقى اكبر بعد اصابه لويس سواريز وكمان ابتعاده عن الفريق، واللي هيستمر لاكثر من 4 شهور. جريزمان لعب الموسم ده 27 مباراه في كل المسابقات، سجل خلالهم 11 هدف وصنع 4 أهداف. وبنوصل معاكم دلوقتي لفقرتنا الأخيرة، فقرة توب سيكريت، واللي خلالها بنقول لكم خبر حصري مش هتلاقوه في أي مكان تاني غير هنا في 7 في 7. هنتكلم النهارده عن النادي المصري البورسعيدي، واللي بيسعى مجلس ادارته برئاسه سمير حلبيه ان هو يحل ازمه قيد اللاعب الايبواري الشيخ مكورو عشان يضمه بشكل رسمي خلال فتره الانتقالات الشتويه الحاليه، وينتهي طبعا من الازمه دي اللي بيعاني منها الجهاز والمجلس من فتره طبعا طويله جدا. مستني دلوقتي مسؤولين المصري البورسعيدي ان يبعت الاتحاد الدولي الفاكس اللي بيفيد بانتهاء الازمه، خصوصا طبعا وان فتره القيد مش باقي فيها غير 10 ايام بس. كمان اللاعب اتعرض إيقاف بعد ما رحل عن فريقه السابق، كان فريق الهلال الأبيض السوداني، من غير علم النادي بتاعه، واللي طبعا تقدم بشكوى ضد اللاعب الأيفواري سنة 2017 عند الاتحاد الأفريقي وعند الاتحاد الدولي. كمان عرفنا أن المصري عنده رغبة أنه يضم بعض اللعيبة بناء طبعا على تعليمات كابتن إيهاب جلال المدير الفني، وهم أيمن حفني لاعب مصر المقصة، حسين السيد لاعب النادي الأهلي، ومحمد الصباحي لاعب أسوان، وأحمد حمودي لاعب بيراميدز، ومحمد عنتر لاعب نادي الزمالك. وبالفعل نجحوا في الوصول للاتفاق مع ايمن حفني ومع محمد عنتر، وثنائي مرحب جدا ان هو ينضم للنادي المصري البورسعيدي. ده كان خبرنا النهارده في توب سيكريت في 7 في 7. دلوقتي بقى سريعا اروح وهشوف معاكم توقعاتكم ايه لمباراه النهارده في البريمير ليج، مباراه ليفربول مع وولفرهامبتون. محمد أشرف بيقول أحلى مساء عليك يا شيما، توقع الليفر هيفوز 2-0 صلاح وماني. سلفانا بتقول 1-0 لولفرهامبتون إن شاء الله. بتقول يا سعد مساكي بشكرك جدا، كلك ذوق، او انا مش عارفه يعني كلك ذوق ولا كلك ذوق. ان شاء الله فوز ليفربول بنتيجه رائعه جدا برباعيه وثنائيه محمد صلاح 4-1. محمد خالد بيقول مساء الفل عليكي، ان شاء الله فوز ايفرتس 4-0، وان شاء الله صلاح هيسجل هدفين، وفيرمينو واوريجي والهدفين التانيين. كمان محمد عبد المنعم بيقول مساء الخير يا شيما، اتوقع فوز الليفر 3-1. لك يا شيما اكيد فوز ريس النهارده، وان شاء الله مو صلاح هيسجل. احمد ابراهيم بيقول فوز ليفربول على وولف. دي كانت توقعاتكم لمباراة النهاردة في البريمير ليج ما بين ليفربول وولفرهامبتون. بشكركم جدا طبعا على المشاركة معانا يوميا، نشوفكم بكرة في حلقة جديدة من 7 في 7. يوم سعيد على حضراتكم.